بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فمع الذكريات التي لا تنسى، ألا وهو في ظلال مسجد السادة الوفائية. السادة الوفائية أسرة عريقة من الأسر العلمية الدينية الصوفية في مصر، وهم من السادة الشاذلية. وإذا ما رجعت إلى الإسناد إلى أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه ستجد في إسناد الطريقة إلى أبي الحسن ستجد رجلين من هذه الأسرة المباركة. الأول هو السيد محمد وفا بحر الصفا، وولده الشيخ علي وفا رضي الله تعالى عنهما. حيث كان من الصالحين الأولياء الذين يدلون الناس على الله سبحانه وتعالى بحالهم ومقالهم، ويبقى المكان على آثارهم عطرا. بداية تعرفي على هذا المكان، حقيقة الأمر رؤيا رأيت في الرؤيا أن شيخنا العالم الجليل الشيخ علي جمعة حفظه الله تعالى في لطف وعافية يأخذني إلى زيارة بعض الصالحين، ومنهم الشيخ ابن عطاء الله السكندري. فالشيخ علي ذكرت له هذه القصة، قال سنحققها، سنذهب معا إن شاء الله بإذن الله. وبعد فترة ليست طويلة، يعني ربما شهر أو شهرين أو ثلاث، قال سنذهب صباح الجمعة الفلاني في بعض أيام الجمعة أو يوم آخر لما أتذكر. وبدأ الشيخ بزيارة عدد من الصالحين. بدأنا، يقول الشيخ، قال لي الأماكن المعروفة لا نذهب إليها، الأماكن الذي يعرفها الناس، يعني مثل مسجد الإمام الشافعي، مسجد سيدنا وكيع بن الجراح، كذا، هذه كل واحد يستطيع أن يصل إليها، أما نذهب إلى الأماكن التي لا يعرفها كثير من الناس. فبدأ بي رحمه الله جعل نقطة علام في شارع البساتين، مسجد اسمه الكحلاوي، ثم قال نبدأ من هنا. وبدأنا بزيارة الإمام الكوثري رحمه الله، ثم وصلنا بعد ذلك إلى عدد من الصالحين، العز بن عبد السلام ابن دقيق العيد، الكمال بن الهمام، فوصلنا إلى ابن عطاء الله السكندري. ثم بعد ذلك أخذنا الشيخ إلى جامع السادة الوفائية. الحقيقة أنا أعرف هؤلاء الرجال ونقرأ، ومنهم يعني مثلا من السادة الوفائية الشيخ الشرون بلالي صاحب كتاب مراقي الفلاح، وهو من الصالحين الأولياء وكتابه مبارك، وقراءته من أسباب الفتح، صاحب نور الإيضاح مع شرحه مراقي الفلاح. ولكن ما كنت أعرف مكانهم، حتى إذا كانوا في مصر أو في غيره لا أدري. فالشيخ جزاه الله تعالى خيرا دلني على هذا المكان. رأني الشخص الذي كان يخدم ذلك المسجد. والحقيقة حينما تدخل المسجد تجد المكان مهجورا منذ زمن بعيد جدا، يعني ربما من عشرات السنين. نعم، لأني رأيت مثلا أشياء قد مسحت تماما من شوارع مصر لكنها بقيت في الذاكرة، يعني مثلا شعارات العصر الناصري أيام جمال عبد الناصر مكتوبة في بعض الأماكن على الحيطان والجدران. المكان مهمل تماما، ويوجد إنسان ذكر لي حتى اسمه الشيخ وحفظت اسمه وكذا، كان في هذا المكان يخدمه ويبتزق، لأنه يعني جعله مثل البيت، يعني بجانب هذا المسجد المبارك. أفادني صحبة الشيخ أن الرجل حينما رآني بعد ذلك
صار يفتح لي المكان، وكل ما رآني يفتح لي المكان، فاعتاد على أني يعني هذا أني يعني من جماعة الشيخ، فاستفدنا كثيرا. فكنت أجلس في هذا المكان، الحقيقة هذا المكان كان يعيدني إلى الذاكرة، يعني يأخذني من هذا الزمان ويعيدني إلى زمان سابق، إلى ما قبل مئات السنين. المسجد أو المكان على هيئته الحالية الباقية الآن، وهو مهمل جدا لا أدري إذا تم تجديده، هذا بني بناء على فرمان سلطاني أصدره السلطان عبد الحميد الثاني سنة 1191 للهجرة، قبل حوالي 200 سنة. ليس عبد الحميد غالبا، ليس الثاني غالبا الأول، ليس السلطان عبد الحميد الثاني هذا الأول، لأن السلطان عبد الحميد الثاني كان يعني بعد هذا الزمن بمئة سنة. فالسلطان عبد الحميد الأول أصدر قرارا ببنائه سنة 1191 للهجرة، توافق تماما سنة 1777. طبعا السلطان لم ينشئ الزاوية، الزاوية كانت موجودة، ولكن أمر بهدمها وبناء هذا المسجد فوقها. فالبناء عبارة عن تحفة فنية، وهو مبني من الخشب، وفيه نقوشات جميلة، وفيه أشياء جميلة، وفيه أشياء في لوحات سلطانية بخط السلاطين، يعني كتبها السلطان فلان، فهي هذا يعني أشياء نفيسة جدا ولها قيمة عالية. سمعت آنذاك أن أحد الملوك أو أحد الأغنياء في المغرب أو في غيرها يعني جهز مبلغا لترميم ذلك المسجد، هل حصل هذا أو لم يحصل لا أدري، لكن الفائدة في هذا أن المكان حقيقة مكان عظيم جدا. ومن طرائف الأشياء التي حصلت معي حينما كنا مع شيخنا الشيخ البوطي رضي الله تعالى عنه، وقد طبعا أفادتني هذه الرحلة، يعني حينما الشيخ أوصلني ودلني على أماكن صرت معروفا آنذاك أني أعرف أماكن وجود الصالحين، فكان من قصد البلد في الزيارة كان يتصل بي. فسبحان الله رأيت في تلك الرؤيا أني أقرب جملا إلى الله سبحانه وتعالى، أذبح جمل وأقربه إلى الله. قلت جمل من أين يأتي الجمل هكذا؟ وإذ بي في صباح ذلك اليوم يتصل الشيخ البوطي رحمه الله، طبعا يأمر بالاتصال من اتصل، وقال يعني يريد أن يراني وأن أكون صاحبا له في زيارة الصالحين. ففرحت بهذا ورتبت الأمر وقمنا بزيارة الأولياء الذين يعرفهم الشيخ البوطي، لكن حينما ذكرنا السادة الوفائية لم يكن قد سبق له أن ذهب، وكان مترددا قال أذهب أو لا أذهب، عندي مؤتمر. بعد ذلك أقنعناه قلنا لن تندم، يعني ستفرح كثيرا بهذا. المهم دخل الشيخ وقد كان مستعجلا للذهاب إلى المؤتمر، لكن حينما دخل ورأى تلك الأجواء الجميلة البديعة الروحانية العالية جدا، والألطاف التي تخيم على الإنسان حينما يدخل ذلك المكان، بقي الشيخ جالسا وأطرق إطراقة طويلة ونسي مؤتمره الذي جاء من أجله، يعني كان ينوي أن يجلس خمس دقائق فأطال الجلوس طويلا. ذلك المكان من أفضل الأماكن التي كنت أفرغ فيها الشحنات السلبية حينما تأتيني، أجلس في ذلك المسجد أصلي فيه ما شاء الله أن أصلي. طبعا الصلاة في المسجد فيه قبور جائزة عند جماهير العلماء ولا تلتفت إلى المانعين لأنهم جهلة، المنهي عنه الصلاة في المقبرة وليس المسجد الذي فيه قبور، وهذا ليس مقبرة. من الطرائف التي حصلت معي وقد ذكرتها في تسجيل سابق أني كنت في محنة مع صديق لي وجلسنا نذكر الله سبحانه وتعالى ونلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا تلك المحنة، والمحنة كانت تعمنا. انتهينا من ذلك فكشفت سجادة قديمة وضعت فوق قبر الشيخ محمد وفاء بحر الصفا، أو الشيخ علي وفاء، هذا مقبرة متحدة، المصريون يدفنون معا لكن الدفن متقارب يعني، فالقبر الأكبر هناك. كشفتها وإذ بها ورقة صغيرة قديمة صفراء اللون مكتوب فيها قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. قلت لصاحبي جاء الفرج وقد أجيبت الدعوة، فقال لي أجيبت لموسى بعد 40 سنة. قلت لك هذا بعد 40 سنة، أما بالنسبة لي أجيبت الآن.
وتم بفضل الله سبحانه وتعالى، وتيسرت أموري ولم تتيسر أمور صاحبنا، لكن الله سييسرها له بعد 40 سنة كما طلب هو. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.